السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم على سعاد بلوك اوفيسيال. فيديو جديد. مهم اليوم غدا نحضر معكم واحد الخبزة اللي كتجي رائعة، يعني بالفرنسي اللي بغيتو تسموه كيسموه لو بان بيردي، هنايا الخبز المدفون. مهم بالنسبة لاشني غدا نحتاج، عندي هنايا البصلة مطيشة، القزبر ومعدنوس على هاد الشكل قطعتهم، عندي هنايا اللحم اللي غدا نتم الاضافة ديالو دابا نيت باش هاد العناصر كلشي ياخذ وقت باش يطيبوا مع بعضياتهم مزيان. ونضيف هاد اللحم. شو ما كان عندكم دجاج او لا داند ولا الكفته، ديروا كفته، انا غنديرها باللحم كتجي رائعه. هنايا كما شفتوا عندي غدا نحتاج بالنسبه للتوابل، غنحتاج غير فلفل احمر، ملح، فلفل اسود، شويه الكمون، كركم، معلقه ديال الهريسه. شي كلشي العناصر غادي نديرهم مع بعض دابا في الاول. صافي، وغنزيد عليهم هنايا زيت الزيتون. وعندي كما شفتو الشامبينيون، ها هو عندي هاد التميدو. المهم غدا نخلط هاد التوابل على العناصر اللي عندي. صافي، وغنسد عليهم نخليها حتى تطيب، واجيو معايا نحضروا العجين على جنب. المهم البنات بالنسبه للعجين هنايا كنحتاج غير الخميره والملح، عادي كما كنعجنوا جميع العجينه والماء دافي، نستنى غير هنا يدفي ليا الماء. صافي، وغادا نعجن العجينه ونخليها ترتاح واحد نص ساعه بما بردت ليا نيت هادشي اللي كنطيب نديروه هو بارد ماشي سخون. من نتمنى ان شاء الله نرجع معكم. المهم انتم البنات بعد ما جنت العجينه خليتها واحد 30 دقيقه خمرات، وجيت هنايا قرصت على هذا الشكل بالزيت، درت جوج خبزات، ها الاولى ها الثانيه، نخليهم هنا يرتاحوا. هذه بالنسبه للوصفه، هانتوما كما شفتوا راه صافي طابت، صافي بقى لي غير نطفي ليها ونخليها تبرد ونرجع معاكم. غدا نمشي نحضر شويه ديال اللي بغيتو ديروا من الفوق، يا الزنجلان الا كان عندكم هذاك البافون او لا اللي عندكم باش تزينوا من الفوق. انا غنشوف اشني موجود عندي، انا اشني غنستعمل، كلشي غتشوفوه على عينيكم ان شاء الله. المهم انتما البنات انا هنايا بديت غدا نكرس العجينه هاد الاولى، الخبزه الاولى. هانتوما شوفوا العجينه باش تعرفوا ناجحه، شوفوا الفقاعات. غدا نسرحها في اللاطه، نسرح مزيان ونطلع هذوك الحواشي الفوق، يعني بحال هكا نصايب الشكل ديال البيتزا. انا غادا كنسرح مع الجماعه في العجينه كترجع. هذا الشكل دابا بقى ليا غادي نضيف
الخليط اللي عندي راه كامل خصني نديرو، وانا ديجا شاعله على الفران يكون سخون حيت هي ديجا اختمرت على جوج المرات، اختمرت في الاول فاش خليتها 30 دقيقه، واختمرت بعد ما كونت واحد الكويرات اللي شفتوا على عينيكم، يعني حتى مره خليتهم حتى خمروا. هذا بديت دابا كنصبح، يعني ما غتحتاج نخليها تخمر لي عاود ثاني، الفران يكون سخون صافي وندخلها. دابا غنجيب هاد الحشوه ما بردتش لي انا، نشوف نخلوها تبرد فهمتوا، حيت انا الوقت ما عنديش، يعني ما خليتهاش حتى بردت. غادي نقادها نسرح بهذا الشكل، بعد ما سرحتها صافي دابا غندوز نصيب هذه هنا شويه، نسرحها هنا شويه، هذا نحطها من الفوق صافي. دابا غنجيبها نحطها من الفوق وغنقعد نقعد فيها من الجوانب باش ما تجينيش ما تخرجش لي هذيك الحشوه، ما تخرجش لي، نضغط هكا من الجناب كما شفتوا. انا عندي هاد لي بافو ولا غادي ندير غير شويه من الفوق غير على هاد الشكل، ما نكثرش صافي. دابا بقى لي عين ندخلها الفران، نزيد مازال نضغط على الجوانب شويه بشي فرشيطه ولا معلقه صافي، وندخلها الفران ونرجع معكم الشكل النهائي. مهم حبوباتي بعد ما طابت وخرجتها من الفران هانتوما الشكل النهائي، هانتوما من هنا كيفاش كتجي بحال الكيك، يعني كتجي شادة من الفوق، هانتوما كيفاش جات محمرة تحمرات. هنا راني غطيتها بقى سخونة، غطيتها بزيف راهي مرخوفة ما كتجيش قاصحة، يعني مرخوفة. بغيت نقطع معاكم طريف ولكن بقى سخونة، غادي نشوف الا قدرت نقطع، راني غنصور لكم نخلي لكم مينياتور تشوفوا كيفاش جات. نتمنى ان هاد الوصفه تجربوها تنال الاعجاب ديالكم، راه كتجي زوينه تقدموها بحال هكا نيه مع كويس ديال اتاي كما دايره انا دابا، دايره كويس اتاي. ها نتوما سمعوا هي مع كويس اتاي، راه هي كافيه كوجبه. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وتخلوا لي في التعاليق كيفاش جات معكم، وديروا لي لايكات تشجيعا، واللي باقي ما مابونيش يتابونوا في القناه ديال سعاد فلوق اوفيسيال، واللي مابوني فعل زر الجرس باش توصلكم كل جديد. وما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم مع وصفه اخرى جديده. بسلام عليكم.